السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحه جيده. معاكم محمد اشرف من قناه منح من كل الالوان، وان شاء الله باذن الله النهارده هكلمكم عن منحه دراسيه ممتازه جدا. بس قبل ما اتكلم عن المنحه دي، احب اوضح لقناتنا بتعرض فرص ومنح كتيره جدا، فريت تتصفحوا القناه عشان تعرفوا على منح كتيره، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلكم بسهوله. تمام، طيب خلينا نبدا على بركه الله ونتكلم عن منحه النهارده. هي منحه حكوميه مميزه وممتازه جدا، تمام، وبتستقبل عدد طلاب كبير جدا من حول العالم. المنحه دي هي منحه الحكومه الكوريه لعام 2021، تمام. يبقى الدوله اللي هيكون فيها الدراسه ان شاء الله هي دوله كوريا. طيب الجهه المانحه هي الحكومه الكوريه، واول ما انت تسمع منحه حكوميه يعني انت بتتكلم عن منحه بتستقبل عدد طلاب كبير جدا، ويعني منحه ليها مميزات كتيره. طيب المنحه دي متاحه لجميع الدول، من يعني اي دوله، سواء انت من دوله عربيه افريقيه اسيويه، تقدر تقدم على الفرصه دي بكل سهوله، تمام. طيب المرحله الدراسيه الموجهه ليها المنحه دي، المنحه دي موجهه لمرحله الماجستير ومرحله الدكتوراه فقط. يعني لو انت حضرتك مخلص بكالوريوس او في اخر سنه بكالوريوس بتقدر تقدم على الماجستير، لو انت في اخر سنه ماجستير او مخلص ماجستير وعايز تقدم دكتوراه بتقدر، انما مرحله البكالوريوس او الليسانس مش مفتوح ليها التقديم حاليا، تمام كده. طيب عندنا ان المنحه دي ليها مميزات كتيره جدا، خلينا دلوقتي نتكلم عن المميزات. اول حاجه من المميزات ان انت بتاخد رسوم الدراسه كامله بمجان، يعني انت مش بتدفع اي تكاليف خالص للدراسه، تمام كده. تاني حاجه بيكون في راتب شهري، الراتب الشهري ده بيقدر ب 900,000 ون كوري، بما يعادل بالدولار 800 دولار شهريا. انت بتاخدهم، ده بتوفر لك الاحتياجات الشخصيه واي شيء اخر، تمام. طبعا بيكون في سكن كمان جامعي، تمام. بيكون في تذاكر الطيران، بتاخد تذاكر الطيران كمان على حساب المنحه. كمان بيكون في تامين صحي في حاله لا قدر الله حدوث مرض او حادث، بتكون كل تكاليف العلاج على حساب المنحه، تمام. بيكون في مكافاه شهريه او في مكافاه عند الوصول لما بتوصل البلد، وبيكون في مكافاه ابحاث لما انت مثلا ابحاث معينه بتعملها وما الى ذلك، بيكون ليها راتب عشان تقدر انك تخلص الابحاث بتاعتك، تمام كده. من ضمن المميزات كمان، وركز معايا في الميزه دي، ان بها كورس لغه كوريه تحضيري. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت حضرتك مش محتاج شهاده لغه انجليزيه، مش محتاج انك تدرس باللغه الانجليزيه. الناس اللي ما بتعرفش حاجه في اللغه الانجليزيه بتقدر تقدم عادي. ليه؟ لانك قبل الدراسه هتاخد كورس لغه كوري، تمام، ثم بعد ذلك تبدا الدراسه بتاعتك. بالنسبه للماجستير بتكون الدراسه مدتها سنتين، تمام. بالنسبه للدكتوراه مدتها 3 سنين، وقبل السنتين او ال3 سنين دول انت بتاخد سنه لغه تحضيري لتعلم اللغه الكوريه، تمام كده. طيب خلينا دلوقتي نتكلم على التخصصات والجامعات. زي ما قلت هي منحه حكوميه، فاول ما تسمع انها منحه حكوميه يعني متاح فيها معظم الجامعات الموجوده في كوريا، وايضا التخصصات، كل التخصصات متاحه ما عدا تخصص الطب وطب الاسنان والصيدله غير متاحين للتقديم في هذه المنحه. طيب خلينا نتكلم على شروط المنحه دي. المنحه دي ما فيهاش شرط المعادله او اي شيء، الشرط الوحيد فقط هو السن، ان لازم سنك ما يعديش 40 سنه للماجستير والدكتوراه، تمام كده. طيب بالنسبه للاوراق المطلوبه في المنحه دي، عندنا اوراق بسيطه مش معقده. اول حاجه شهاده التخرج بتاعتك او كشف الدرجات، ولو انت في اخر سنه عادي بتقدر تقدم. خطاب النيه الموتيفيشن ليتر توفره. 2 خطابات توصيه. شهاده صحيه لازم توفرها. اي شهادات اخرى، تطوع، شهادات كورسات، اي اعمال انت قمت بيها. وطبعا من الاشياء المهمه اللي يجب توفيرها هو صوره جواز السفر ايضا، تمام كده. طيب بالنسبه للمنحه دي كيفيه التقديم فيها، عندنا التقديم بيكون على طريقتين، ممكن تختار اي طريقه فيهم للتقديم. الطريقه الاولى ان انت بتملا الابلكيشن فورم الخاص بالمنحه، ابلكيشن بيكون في شكل ملف وورد، وبتجمع الاوراق بتاعتك كلها وبتروح للسفاره الكوريه الموجوده في بلدك، تمام، وبتسلمهم الملف بتاعك. دي اول حاجه. تاني طريقه انك بترسل الاوراق بتاعتك للجامعه اللي انت عايز تقدم ليها. على سبيل المثال انت في جامعه معينه هتقدم ليها في كوريا، يبقى انت بتروح تسلمهم الاوراق وبتقول لهم او بتكتب لهم على الملف انك بتقدم على اساس منحه الحكومه الكوريه، تمام. فتقدر تختار اي طريقه من دول للتقديم. طيب بالنسبه لموعد افتتاح التقديم في المنحه دي، المنحه دي لسه ما فتحش ليها التقديم، ولكن هيفتح في 15 فبراير 2021، وفي شهر يونيو او يوليو على حد اقصى هيتم اعلان المقبولين والمرفوضين في الفرصه دي، تمام. هيوصلكم رسائل القبول والرفض، وفي نهايه اغسطس هيتم السفر الى كوريا وبدء الدراسه، تمام كده. طيب
انا يعني مش هقدر اشرح لكم ابلكيشن التقديم دلوقتي لان طبعا هو لسه ما فتحش، ولكن انا هوريكم دلوقتي الاعلان الرسمي للمنحه اللي فيه كل التفاصيل، وان شاء الله باذن الله في الفيديو القادم هشرح لكم كيفيه التقديم. يعني ان شاء الله لما تفتح المنحه هعمل لكم فيديو مخصوص ازاي ممكن تقدم للمنحه دي. وما تنسوش ان قناتنا قناه منح من كل الالوان بتوفر خدمات اضافيه زي خدمه التقديم بشكل احترافي للمنح والفرص. لو عايز تقدم خلالنا على المنحه دي، خدمه تجهيز الاوراق وخدمه التقديم على الكورسات لتزويد فرص قبولك في المنح والفرص. خلينا دلوقتي نروح نشوف الاعلان الرسمي للمنحه. وده الويب سايت الخاص بينا، هتلاقوا عليه طبعا فرص ومنح كتيرة جدا، ودي مقالة المنحة الخاصة بالحكومة التركية، هتلاقوا كل التفاصيل اللي انا قلتها برضو موجودة في المقالة دي كتابة، من حيث التمويل الشروط كل شيء هتلاقوه موجود في المقالة دي، وهتلاقوا كمان الاعلان الرسمي. تمام، فدي المقالة كل التفاصيل فيها اللي انا قلتها مشروحة بشكل مرتب. هتيجي هنا في الاخر هتلاقي الاعلان الرسمي للمنحة، تعال نشوفه. وهتلاقي هنا برضو قبل ما نشوف الاعلان الرسمي هتلاقي هنا شرح الخدمات اللي احنا بنعرضها، وهتلاقي هنا اراء الناس عندنا، فيديوهات لاراء الناس قدمت من خلالنا، وطبعا الخدمات اللي احنا بنعرضها. لو انت حابب اي خدمة من الخدمات دي هتلاقي رابط استماراتها موجودة هنا. تمام، طيب تعال نشوف الاعلان الرسمي، هتلاقي كل التفاصيل في الاعلان الرسمي. تمام، ده الموقع Study in Korea. هتلاقي هنا اول شيء هو طبعا في منح كتيره جدا، ولكن المنحه اللي بيكون او اللي احنا اتكلمنا عنها في الفيديو ده هي منحه الحكومه الكوريه اللي هي جلوبال كوريا سكولارشيب. تمام، طيب هات هنا جلوبال كوريا سكولارشيب، هتلاقوا كل التفاصيل هنا، هتلاقوا الموعد البدايه. تمام، هتلاقوا التفاصيل التمويل اللي بتقدمه، كل حاجه هتلاقوها هنا. فده الاعلان الرسمي. فان شاء الله زي ما انا وضحت ان المنحه هتفتح في 15 فبراير 2021، فان شاء الله اول ما المنحه تفتح هننزل فيديو شرح للابلكيشن وكيفيه التقديم خطوه بخطوه في هذه المنحه. فان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.